كل سنة وأنتم طيبين. بكرة وبعده أجازة بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم. الحقيقة مصر كلها في أعياد دلوقتي، مصر بتحتفل بعيد العمال في 1 مايو كل سنة، وأجازة عيد العمال السنة دي هتكون بكرة، وبيحتفل كمان المصريين بعيد شم النسيم في 6 مايو كل سنة. كمان الإخوة الأقباط عندهم أكتر من مناسبة الفترة دي، بيسموها أسبوع الألام. كان عندهم حد السعف أو حد الشعانين وخميس العهد والجمعة العظيمة وسبت النور، وهيحتفلوا بكرة بعيد القيامة المجيد. كل سنة وانتم طيبين وألف خير. بمناسبة أعياد الربيع وعيد شم النسيم، شركة المتحدة برودكشن وشركة تذكرتي عاملين مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية والحفلات اسمها مشروع الهيالي مصر تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبيتم تنظيم المشروع ده لأول مرة في عدد كبير من المحافظات المصرية. المرحلة الأولى من ليالي مصر فيها عدد كبير من الحفلات الغنائية الضخمة، هيحييها ألمع نجوم مصر وألمع نجوم العالم العربي في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد. شركة تذكرتي طرح تذاكر الحفلات وموعدها في كل محافظة على موقعها الإلكتروني. المشروع الجديد ده ضمن إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على ريادة مصر في الفن وفي الثقافة، وبتوصل الرسالة لكل ربوع مصر، وكمان الترويج للمحافظات المصرية كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها. حقيقة على مدار السنين اللي فاتت الشركة المتحدة عملت مشروعات وعملت مبادرات كتيرة لدعم وتطوير الصناعة الإعلامية والصناعة الفنية علشان تحافظ على الريادة في الفن والثقافة وتبرز التراث الحضاري للدولة المصرية. كل سنة وانتم طيبين وعيد شم نسيم سعيد عليكم.